بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وإطلالة إخبارية جديدة هنا في نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي، ومتابعة لكل ما هو جديد في الأحداث الرياضية سواء المتعلقة بالنادي الأهلي وقطاع كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية أو الأمور المتعلقة الأخرى في اتحاد كرة القدم وكأس العالم ومونديال روسيا المستمر حتى هذه اللحظات وانطلاقة مباريات دور 16 المثيرة حتى هذا اليوم في المراحل النهائية من هذه البطولة الهامة جدا، حدث كبير كأس العالم بروسيا لعام 2018. بالتأكيد أحداث رياضية عديدة يمكن طلعتنا صباح اليوم، يمكن بداية من زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة إلى وزارة الشباب والرياضة لتهنئة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توليه المسؤولية رسميا خلال الفترة الحالية كوزير للشباب والرياضة خلال الفترة القادمة. أيضا من الأحداث الرياضية الهامة اليوم سفر بعثة فريق النادي الأهلي إلى كرواتيا لإقامة المعسكر الأوروبي استعدادا للموسم القادم في ظل العد التنازلي والمرحلة القادمة في المشوار المحلي والمشوار الأفريقي. لكن اليوم الحدث الأبرز صباح اليوم حيث زار المجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وحرص على تهنئته لتقديم التهنئة على توليه المنصب، وأضاف أن الوزير حرص على زيارة النادي الأهلي فور توليه هذه المهمة، لذلك حرص النادي الأهلي على رد الزيارة مشددا على قوة العلاقة التي تجمع الأهلي بجميع أطراف المنظومة الرياضية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة. أوضح أن الدكتور أشرف صبحي أمامه مهمة ثقيلة الفترة القادمة تشمل العديد من الملفات الرياضية والشبابية التي يتطلع لإنجازها على أكمل وجه. وأشار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى أن جميع الأندية والمؤسسات الرياضية مطالبة بتوفير كل سبل الدعم لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة لإنجاز العديد من الملفات التي تخدم صالح الرياضة المصرية على كافة الأصعدة. أيضا من ضمن المحاور والأحاديث التي تتعلقت بهذه الزيارة صباح اليوم بوجود مجلس إدارة النادي الأهلي في وزارة الشباب والرياضة، حينما تحدث هذا الاجتماع عن ملف الجماهير وعودة الجماهير بشكل عام خلال الفترة القادمة، أحد المطالب الهامة جدا والتي يولي لها إدارة النادي الأهلي بشكل لافت للنظر مهم بشكل كبير في ظل أن الفترة القادمة يحتاج النادي الأهلي وتحتاج المنظومة الرياضية بشكل عام حضور الجماهير خلال الفترة القادمة. وأكد الكابتن محمود الخطيب في هذه الزيارة وعند اجتماعه مع الدكتور أشرف صبحي أن ملف عودة الجماهير يبقى على رأس أولياتنا في الجلسة التي تجمع مجلس إدارة النادي الأهلي مع المؤسسات الرياضية، وأضاف أن هذا الملف يبقى أمرا حيويا ومحوريا ويمثل حجر الأساس في زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي الرسمية إلى وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن عودة الجماهير أمر مهم للغاية لصالح الرياضة والكرة المصرية، خاصة أن الجميع يتطلع لرؤيتها من جديد في ملاعبنا. أكد أيضا الكابتن محمود الخطيب في زيارته اليوم مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي أن مجلس إدارة النادي الأهلي سعيد بتولي وزير الشباب والرياضة هذه المسؤولية، حيث أن وزير الشباب والرياضة عندما اجتمع بالنادي الأهلي في المرة الأولى في مقر النادي بالجزيرة تحدثوا عن أمور كثيرة جدا متعلقة بدعم النادي الأهلي للوزارة ودور المؤسسات الرياضية خلال الفترة القادمة. وبالتالي أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صباح اليوم الاثنين، وأضاف أن الوزارة سعيدة بدعم النادي الأهلي ومعه كل أطراف المنظومة الرياضية لتحقيق الصالح العام للرياضة المصرية. وقال دكتور أشرف صبحي أنه يبحث في جلسته اليوم مع مجلس إدارة النادي الأهلي ملف عودة الجماهير للمدرجات، مؤكدا أنه يتطلع للاستفادة من تجربة الأهلي في هذا الأمر، وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تخطو خطوات مهمة ومركزة في هذا الصدد، وأن جميع التحركات في هذا الشأن تتم وفقا لتخطيط مدروس للوصول إلى ما أعلى معدلات من النجاح في إتمامه بما يخدم الرياضة المصرية. أيضا تحدث دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال هذا الاجتماع مع مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه سعيد للغاية بما يدرسه النادي الأهلي ويقوم من خلاله بإقامة دراسات معينة وتحديث لجنة لنظم حضور المباريات وتأمين الجماهير خلال الفترة القادمة.
حيث طلب دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعانة بدراسة النادي الأهلي في ملف عودة الجماهير، والتي تعكف عليها لجنة تحديث نظم حضور المباريات وتأمين الجماهير، والتي يرأسها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وأوضح في هذا الصدد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الوزير يرغب في الاستفادة من تجربة الأهلي في ملف عودة الجماهير للمدرجات، ليس فقط على صعيد البطولات الأفريقية ولكن أيضا على صعيد البطولات المحلية، في ظل أن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية استطاع من خلال هذه اللجنة أن يصل إلى مراحل متقدمة في شأن عودة الجماهير للمرحلة القادمة، في ظل أن أيضا الأهلي يشارك في بطولات قارية كبطولة دوري أبطال أفريقيا ويحتاج إلى جماهيره خلال الفترة القادمة بشكل لافت للنظر. وتعقيبا على هذه الاجتماعات الهامة جدا وزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى دكتور أشرف صبحي صباح اليوم في وزارة الشباب والرياضة ومناقشة العديد من الملفات الهامة والمحورية خلال الفترة القادمة، والأمر متعلق أيضا بملف الجماهير ومباراة تاون شيب بطل بوتسوانا بإذن الله خلال منتصف هذا الشهر الجاري، وملف عودة الجماهير وطلب النادي الأهلي إقامة مباراة تاون شيب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى على استاد القاهرة بإذن الله. ينضم إلي في هذه اللحظات دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للحديث معنا عن كل هذه الملفات وهذه الزيارة الهامة جدا من النادي الأهلي إلى وزارة الشباب والرياضة. دكتور سراج، أولا برحب بيك وكل سنة وحضرتك طيب، وطمنا على تفاصيل هذه الزيارة وهذا الاجتماع الهام برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والتهنئة لوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. ربنا يخليك يا محمد، كل سنة وأنت طيب وكل السادة المستمعين بخير، ويعني تحياتي لكل المشاهدين. زيارة مهمة جدا دكتور سراج، وبالتأكيد فيها اطروحات وفيها ملفات كثيرة جدا، خاصة ان مجلس ادارة النادي الاهلي كان حريص على رد الزيارة لوزير الشباب والرياضة، خاصة انه كان سعى بشكل كبير الى زيارة النادي الاهلي فور توليه المسؤولية، لكن مجلس ادارة كان حريص على رد الزيارة وتقديم التهنئة له بعد توليه المسؤولية. طبعا لا، هو كان طبعا كنا تشرفنا بزيارة السيد الوزير، كان من حوالي اسبوع لما جه زار النادي الاهلي، ودي طبعا كانت زياره يعني زي ما كابتن محمود خطيب قال النهارده، ان كانت الزياره دي كنا نتمناها طبعا من بدري، كنا احنا عايزين نسبق بزياره دكتور اشرف صبحي، هو سبق بيها واحنا يعني طبعا بعديها زرنا على طول النهارده. في تواصل طبعا ما بين النادي الاهلي وما بين وزاره الشباب والرياضه في امور عديده، يمكن كان من ابرزها النقاط اللي اتكلمنا فيها النهارده اللي كانت خاصه بحوادث الجماهير، وفي الحمد لله يعني تفاؤل او
تفاهم كبير في وجهات النظر ما بين الطرفين. يعني انا متفائل بيه ان شاء الله خير انه يكون في حل للمشكله الكبيره اللي شهدتها صحه الرياضه في مصر على مدار سنوات، ان هي ان شاء الله تتحل باذن الله في الفتره القادمه دي ان شاء الله. بالتاكيد النادي الاهلي كان سباق في هذا الملف، وهناك لجنه لتحديث دخول الجماهير للمدرجات وبطاقات الجماهير، وهذه اللجنه بتعقد اجتماعات عديده خلال الفتره الاخيره برئاسه المهندس خالد مرتجي، وحضرتك دكتور سراج احد اعضاء هذه اللجنه. هذا الملف ايضا كان من ضمن الاطروحات والملفات اللي ناقشتوها مع الدكتور اشرف صبحي، في ظل انه كمان طلب يعني دراسه هذا الملف في ان ياخد تجربه النادي الاهلي اللي يطبقها بشكل عام على الملاعب وعلى الرياضه المصريه. مظبوط، هو دكتور اشرف حقيقه راجل اكاديمي وعلمي، وراجل يعني بيتكلم بشكل يعني في ترتيب كتير في افكاره وفي الخطوات اللي بيعملها كلها مدروس، فيمكن ده اللي كان حتى بيتكلم فيه النهارده، ان هو اتكلم معاه على تجربه النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا محمد، اللجنه دي يمكن شكلت من مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره اللي هي طبعا بعد الاحداث اللي حصلت في مباراه مونانا، فكنا بدانا نفكر طيب النادي الاهلي ازاي يبدا يحط التصور لحل المشكله دي، حتى بشكل عام ان نقدم نموذج مثالي يضاهي اللي بيحصل في الانديه الاوروبيه والعالميه، ويقدر ان هو يتماشى مع طبيعه المشجع المصري وطبيعه الملاعب المصريه الموجوده حاليا، ويقدر ان هو يتعمم حتى بقى بعد كده بشكل عام في الانديه المصريه، ان احنا يعني التجربه دي نفسنا ان الجميع يستفيد منها. ففعلا شكلت اللجنه كانت برئاسه المهندس خالد مرتجي، وكانت عضويه استاذ طارق قنديل، وانا برضه احد الاعضاء في اللجنه، وقعدنا طبعا على اجتماعات متتاليه ان احنا نوصل لشكل معين تطبيق عمليه سواء التذاكر او دخول الجماهير او عمليه تامين المنشا نفسه. فطبعا قعدنا مع اطراف كتير، وان شاء الله باذن الله يعني المفروض خلاص احنا بنخلص خلاص تصورنا خلال الايام القليله القادمه، وهيتعرض بشكل نهائي على مجلس اداره النادي الاهلي، ومن ثم برضو على وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي بناء برضو على طلبه، ان هو حابب ان التجربه دي هو يراها بنفسه وتعمم على باقي الانديه، وتبقى الوزاره برضو تستخدمها، ويبقى في تعاون. هو الحقيقه يعني الدكتور اشرف صبحي عوده حماس كبير جدا لعوده الجماهير، وعنده خطه يعني وضحت المعالم وخطه مدروسه، يعني سواء التوعيه الجماهيريه او سواء دخول الجماهير في وقت المباريات. فان شاء الله النادي الاهلي اكيد هيتعاون مع الدوله في الملف ده. طيب جزئيه اخرى ايضا دكتور سراج متعلقه بقانون الرياضه والاستثمار، والنادي الاهلي في هذا الملف تحديدا له افق واسعه خلال الفتره القادمه للتقدم والحصول على اعلى الموارد، ويعني ان النادي الاهلي ينطلق في هذه المساله نحو العالميه، وخاصه حضرتك كمان كنت سافرت خلال السنوات او الفتره السابقه الى اوروبا وحضرت ندوات كثيره جدا، وشاركت ايضا في مساله صناعه كره القدم في نادي ريال مدريد عندما وجهت الدعوه للنادي الاهلي من نادي ريال مدريد. هذا الملف تحديدا عندما تم مناقشته النهارده مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الى اي مدى خلال الفتره القادمه ننطلق في هذه المسألة بعد تعديل أو بعد متابعة قانون الرياضة خلال الفترة القادمة؟ لا حقيقة زي ما أنا قلت لك محمد، هو أشرف يعني يمكن متابع الأمور بشكل قوي، وطلع يمكن حتى على ما يدور في السحر الرياضية في مصر بشكل قوي، وحتى على النادي الأهلي والأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ويمكن ناقشنا بده، وهو كان متابع حتى ده في سؤال السفريات الخاصة بيا بره، واتكلم معاه فيها وقال لي برضه دي حاجه احنا عايزين نستفيد منها، ودي حاجه طبعا تشرفني احنا يبقى في بيننا وبين وزاره الرياضه باذن الله كل ما هو يفيد يعني لصالح الرياضه المصريه، لان ده دور النادي الاهلي، ده احنا متعودين ربنا على كده، دور النادي يكون دايما ريادي سواء في مصر او حتى على الصعيد القاري. فبالنسبه طبعا للجزء بتاع الخاص بالاستثمار، انا شايف انه الفتره برضه القادمه دي هيكون في اكيد تغيير كبير في الاسلوب او في المنظومه، ده اللي انا لمسته يعني يمكن النهارده في المقابله، انه هو دكتور اشرف متطلع انه يبقى في افكار جديده، ما يبقاش في عوائق، ما يبقاش في معوقات اللي هي بتاخر الرياضه المصريه سواء في القانون او في الاستثمار الرياضي، هيبدا يبقى في المجالات تكون مفتوحه اكثر من الاول، وبشكل برضه مدروس مش بشكل عشوائي او بشكل ما فيهوش رؤيه. يعني احنا في فرق يا محمد يمكن بين الاستثمار وما بين ان احنا بنتكلم ان احنا بنصرف فلوس وخلاص، يعني الرياضه عشان بالظبط يعني الاستثمار يبقى ناجح
لازم يبقى فيه خطه مدروسه، لازم يبقى فيه بلان واضح انت اهدافك ايه وحققها ازاي وصالح العام للرياضه رايح على فين. لكن احنا دي التجربه اللي انا حتى لامس ان الوزير متجه عليها. لكن طبعا يعني الفكره مش فكره ان انت يبقى بتضخ اموال في المجال وانت مش عارف انت بتبتدي منين وهتبتدي فين واهدافك ايه وطموحاتك ايه. ده ما بيطورش ولا رياضه في مصر ولا رياضه في العالم، لانها صناعه. الرياضه وكره القدم اصبحوا صناعه. بالظبط، يعني بالظبط. فالصناعه دي لازم تدرس بشكل مظبوط، يبقى في تأني، يبقى في معروف انت هتنفذ ايه. طيب التطوير ده مش بس ان انت بتصرف، ده برضه لازم في تأهيل للكوادر الشبابيه، وده اللي اتكلم فيه برضه الدكتور اشرف النهارده انه برضه من ضمن الخطط يبقى في تأهيل للكوادر الشبابيه بشكل علمي مظبوط، سواء في قطاع الرياضه او في قطاع الشباب برضه اللي هو بيندرج تحت الوزاره. فده كله طبعا اتكلمنا فيه واحنا بنتفائل ان شاء الله خير الفتره القادمه دي باذن الله. باذن الله كلنا متفائلين خلال الفتره القادمه باذن الله. دكتور محمد ده سراج الدين، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله والمتابعه الهامه جدا لزياره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الى وزاره الشباب والرياضه، وتقديم التهنئه لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. ايضا من ضمن اخبارنا النهارده على هامش هذه الزياره الهامه، عندما تحدث العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن يعني خلال الفترة القادمة سيخوض الأهلي مباراة هامة جدا أمام تاونشيب بطل بتسوانا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، وبالتالي حرص النادي الأهلي في هذه الزيارة على تقديم طلب لإقامة المباراة على استاد القاهرة بدلا من إقامة المباراة كما حدث في المباريات السابقة على استاد برج العرب. وبالتالي دكتور أشرف صبحي وعد ببحث هذا الأمر على الجهات المسؤولة من أجل الحصول على الموافقات الخاصة بإقامة المباراة على استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير لدعم الأهلي في مشواره الهام في دوري أبطال أفريقيا، في ظل أن الأهلي أمامه تحدي كبير في المباراتين القادمتين، مباراة تاونشيب بإذن الله يوم 17 يوليو الجاري، ثم بعدها بعشرة أيام في بتسوانا مباراة العودة والجولة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. أيضا من ضمن المحاور الهامة في هذه الزيارة، حيث طلب النادي الأهلي من وزارة الشباب والرياضة دعم أبطال الرياضيين خلال الفترة القادمة، لا سيما أبطال النادي الأهلي في اللجنة الدورة الأولمبية والاستعداد للأولمبيات خلال الفترة القادمة. حيث أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن محمود الخطيب تطرق إلى ملف رعاية الأبطال في اللعبات الأخرى، خاصة الذين حققوا أرقاما قياسية في دورة البحر المتوسط، وفي مقدمتهم السباح علي خلف الله ودينا مشرف لاعبة تنس الطاولة والتي حققت الميدالية الذهبية، خاصة أن الأهلي يقوم برعاية هؤلاء الأبطال رعاية كاملة والعديد من زملائهم. وطلب رئيس الأهلي الدعم الأكبر للأبطال من جانب الوزارة لتحقيق ميداليات ذهبية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في العاصمة اليابانية طوكيو. أيضا من ضمن المحاور الهامة جدا في هذه الزيارة، يمكن طلب الكابتن محمود الخطيب من وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي اقتراحات تعديل قانون الرياضة، في ظل أن النادي الأهلي يسعى إلى الاستثمار بشكل كبير والانطلاقة العالمية في هذا الملف تحديدا، ملف الرياضة وملف كرة القدم والملفات الألعاب الأخرى. من الموضوعات الحيوية التي تحدث فيها مجلس الإدارة مع الوزير كانت الاقتراحات الخاصة بإجراء بعض التعديلات في قانون الرياضة لزيادة الاستثمار ومنح صلاحيات أكبر للأندية لتحقيق عوائد مالية أكبر خلال الفترة القادمة، مع تفعيل دور الجمعيات العمومية في كافة المؤسسات والعمل على التخلص من كافة الثغرات التي ظهرت عند إجراء الانتخابات انتخابات الأندية عقب صدور قانون الرياضة أواخر العام الماضي. على الجانب الآخر من الملفات الهامة والحاوية خلال الساعات الجارية بعد هذه الزيارة الهامة،
لمجلس إدارة النادي الأهلي لوزير الشباب والرياضة. اليوم صباحا سافرت بعثة فريق النادي الأهلي إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر المغلق الأوروبي استعدادا للموسم الجديد. هذا المعسكر الهام جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة، يأتي في إطار الاستعداد النهائي، خاصة أن هذه المرحلة الثالثة من الاستعداد للانطلاقة الأفريقية، مباراة تاونشيب في الجولة الثالثة منتصف هذا الشهر، ثم الانطلاقة المحلية والاستعداد للمسابقات القادمة بالنسبة للموسم الجاري موسم 2018-2019. توجهت بعثة فريق النادي الأهلي ظهر اليوم لخوض معسكر إعداد أوروبي، وغادرت مطار القاهرة في الثانية ظهرا في رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف. ومن المنتظر أن تستقل البعثة فور وصولها حافلة من المطار إلى مقر إقامة معسكر الفريق في المنطقة الحدودية بين كرواتيا وسلوفينيا في رحلة تستغرق 2 ساعة. وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرو قد أعلن عن خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني يوم 17 يوليو الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. يمكن كما تابعنا خلال هذه الصور واللقطات الحية لبعثة فريق النادي الأهلي في مطار القاهرة قبل السفر إلى المعسكر الأوروبي، هناك عدد كبير من اللاعبين لن يتواجدوا مع الفريق في بداية المعسكر، خاصة اللاعبين الدوليين الذين متواجدون خلال هذه الفترة في راحة سلبية استعدادا للموسم القادم بعد نهاية المشوار الدولي مع المنتخب الوطني في مباريات كأس العالم بروسيا 2018. وأيضا هناك لاعبين آخرين لم تنتهي الإجراءات الخاصة بالتأشيرة للسفر خلال الفترة القادمة، أبرزهم مهاجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني مروان محسن واللاعب الجنوب أفريقي باكاماني، حيث أن باكاماني خلال الساعات الأخيرة يمكن تعذر انضمامه لمعسكر فريق النادي الأهلي منذ بدايته نتيجة تأخر عودته إلى القاهرة بعد خوضه فترة راحة سلبية واستعدادا مع منتخب جنوب أفريقيا في دورة ودية. تأخر في الالتحاق ببعثة فريق النادي الأهلي، حتى أيضا تأخر في الالتحاق بمعسكر الإعداد في برج العرب وفي القاهرة قبل السفر للمعسكر الأوروبي. ومن المقرر خلال الساعات القادمة أن يلحق الثنائي مروان محسن وباكاماني إلى الانضمام لبعثة فريق النادي الأهلي في كرواتيا وسلوفينيا فور إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة. هذا وقد يلحق أيضا شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف وأحمد فتحي لاعبو الأهلي الدوليين بالبعثة يوم 5 يوليو الجاري. يأتي ذلك في الوقت أيضا الذي تقرر فيه أن يصل عمرو محب المترجم الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي خلال الساعات القادمة للانضمام للبعثة. أيضا خلال الفترة الماضية من خلال تدريبات واستعداد بدني للمرحلة القادمة وخوض فريق النادي الأهلي أكثر من مرحلة إعداد قبل السفر للمعسكر الأوروبي، انتظم جميع اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، لكن كان هناك قرار هام جدا لباتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي حينما استبعد أحمد حمدي من معسكر فريق النادي الأهلي الأوروبي لعدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني خلال الفترة الماضية. وخلال تواجد اللاعب في المعسكر في برج العرب كان هناك تعليمات خاصة من باتريس كارتيرون والجهاز الفني للاعب، واجتمع الكابتن محمد يوسف باللاعب خلال هذا المعسكر. ثم عندما خاض الفريق مباراة ودية أخيرة مع فريق نادي الشمس فكر باتريس كارتيرون في عدم الدفع باللاعب سوى في اللحظات الأخيرة، لكن قبل السفر فضل كارتيرون استبعاد أحمد حمدي من معسكر الأهلي الأوروبي خلال المرحلة القادمة كقرار هام جدا من المدير الفني بالنسبة لكل اللاعبين استعدادا للمرحلة القادمة. كما تابعنا في أخبارنا الأخيرة يمكن سفر فريق النادي الأهلي إلى المعسكر الأوروبي والاستعداد لمواجهة تاونشيب خلال المرحلة القادمة، معسكر مهم جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. لكن خلال الساعات القليلة الماضية كان سافر المهندس سمير عدلي المدير الإداري لجهاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كرواتيا استعدادا للترتيبات الخاصة بمعسكر فريق النادي الأهلي، وبالتالي سيكون المهندس سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي فور وصولها إلى كرواتيا مساء اليوم الاثنين لبدء معسكر الإعداد الأوروبي. ومن المنتظر أن يتواجد عدلي برفقة مدير الشركة المنظمة للمعسكر في مطار كرواتيا لإنهاء كافة إجراءات الوصول.
المهندس سمير عدلي خلال الفترة الأخيرة وخلال الساعات الأخيرة وتحديدا في 48 ساعة الماضية كان سافر إلى كرواتيا وسلوفينيا لتحضير معسكر فريق النادي الأهلي وخوض المباريات الودية من خلال تنظيم هذه كافة التفاصيل مع الشركة المنظمة، وبالتالي تم حجز كل هذه الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وملاعب التدريبات خلال الفترة الأخيرة. لكن للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أو سيكون خلال هذا التقرير زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي والمتواجد مع بعثة فريق النادي الأهلي في المعسكر الأوروبي ليطلعنا عن كل ما هو جديد والتفاصيل الخاصة بمعسكر فريق النادي الأهلي والذي غادر ظهر اليوم إلى المعسكر الأوروبي في كرواتيا وسلوفينيا. يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه التغطية للمعسكر الخارجي للنادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد وبتحديد المرحلة الثالثة من استعدادات النادي الأهلي لهذا الموسم المليء بالتحديات القوية بالنسبة للنادي الأهلي، وبالتحديد طبعا أول تحدي هو مباراة فريق تاونشيب في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. بالتالي استعدادات قوية جدا. خليني أقول لكم التفاصيل الخاصة برحلة النادي الأهلي لكرواتيا وهو المكان اللي هيستضيف معسكر النادي الأهلي قبل المرحلة المهمة المقبلة. طبعا الفريق هيتحرك من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثانية ظهرا. الرحلة هتستغرق 4 ساعات. هيوصل الفريق في البداية لدولة سلوفينيا. دولة سلوفينيا هينزل فيها النادي الأهلي، هيتحرك بأتوبيس، هيقل البعثة إن شاء الله من سلوفينيا لكرواتيا أو حدود كرواتيا بالتحديد في خلال ساعة ونص أو ساعتين بالكتير. خليني بس أوضح للجمهور إن المعسكر مكانه بالظبط في على الحدود ما بين سلوفينيا وكرواتيا، لكن المكان يعتبر داخل دولة كرواتيا. طبعا المعسكر هيستمر لمدة 8 ايام من يوم 2 اللي هو النهارده 2/7 حتى يوم 10/7. هيتخلل المعسكر ماتشين وديين، مباراة هتكون يوم 5 او يوم 6 ومباراة اخرى هتكون يوم 9 قبل نهاية المعسكر او اللي هينتهي من خلالها معسكر الفريق الاستعدادي للموسم الجديد. بالتالي زي ما بنتكلم اكيد استعدادات قوية. البعثة يمكن بتضم حوالي 33 لاعب، في طبعا اللاعبين الدوليين هيغيبوا عن البعثة، هيوصلوا ان شاء الله يوم 5/7، وده بسبب ان هم واخدين اجازة وراحة كمان بعد مشاركتهم في كأس العالم مع منتخب مصر، بالإضافة طبعا لعلي معلول اللي كان متواجد مع منتخب تونس. كلهم ان شاء الله هيوصلوا يوم 5 فيما عدا مروان محسن اللي هيوصل ان شاء الله يوم 6، وده بسبب ان مروان محسن التأشيرة بتاعته انتهت ففي اجراءات اخرى تتعمل لمروان، فان شاء الله يقدر يلحق بالبعثة يوم 6. نفس الحال بالنسبة لباكاماني، باكاماني كان متواجد في جنوب أفريقيا فالأمور لسه بالنسبة له ما كانش جاهز التأشيرة بتاعته الخاصة بدخول أوروبا، فبالتالي أيضا باكاماني إن شاء الله هيكون مع مروان محسن ويوصلوا إن شاء الله ويلحقوا بعثة النادي الأهلي يوم 6 عشان الفريق يكون مكتمل بشكل كبير. تم استبعاد أحمد حمدي، مش هيكون في المعسكر ده بسبب الأسباب الخاصة بالجهاز الفني. أحمد حمدي أحد الناشئين مش هيكون طبعا متواجد في هذا المعسكر. بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في فترة إعداده الأخيرة للموسم الجديد. إن شاء الله في تركيز كبير جدا من اللاعبين إن هم يقدروا يواصلوا المشوار الأفريقي بعد البداية يمكن المهتزة شوية في أول مباريتين. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق وأكيد هنغطي لكم المعسكر لحظة بلحظة. تابعونا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. وكانت إطلالة هامة جدا لسفر بعثة فريق النادي الأهلي إلى كرواتيا وسلوفينيا استعدادا للمرحلة القادمة. هذا المعسكر الأوروبي هو يعتبر المعسكر الأخير في مرحلة الاستعداد لاستئناف المشوار الأفريقي. مباراة تاونشيب في الجولة الثالثة منتصف هذا الشهر، وبالتالي انطلاقة محلية أيضا بعد أيام قليلة خلال الفترة القادمة استعدادا للموسم القادم ما بين بطولات عربية وبطولة أفريقية وبطولة دوري عام وكأس مصر وسوبر، وأيضا هناك بطولات في الحسبان، بطولات مهمة جدا، مباراة أو بطولة السوبر المصري السعودي. هناك اجتماعات عديدة خلال هذه الفترة داخل مقر اتحاد كرة القدم،
في الجزيرة لبحث العديد من الملفات الهامة، سواء الملفات المتعلقة بالموسم القادم أو الملفات الجارية فيما يتعلق بنتائج المنتخب الوطني في كأس العالم في روسيا. وبالتالي وزارة الرياضة من خلال دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية من أجل مراجعة أعمال اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة. وأصدرت وزارة الرياضة بيانا تتحدث فيه عن تشكيل لجنة على أعلى مستوى من أجل مراجعة كافة الأمور الحسابية داخل الجبلية. وتعرض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لانتقادات لازعة عقب وداع مصر للمونديال بالخسارة في المواجهات الثلاثة خلال الدور الأول أمام أوروغواي وروسيا والسعودية. وتعقيبا على هذا البيان، كان اتحاد كرة القدم صباح اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد رحب بوصول الجهات الرقابية ومتابعة الجهات الرقابية لكافة أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم والأعمال الحسابية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة. وتحدث المهندس هاني أبو ريدة خلال الأيام القليلة الماضية من خلال مؤتمر صحفي بكل شفافية عن دور الاتحاد والاستعداد للمنتخب وكافة المصروفات التي حدثت خلال الفترة السابقة ما بين الاستعداد من مباريات تدولية ومباريات ودية أو كل التفاصيل التي حدثت في معسكر المنتخب الوطني في روسيا وإقامة المنتخب في الشيشان. وبالتالي من خلال هذا البيان رحب الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بحضور أي لجان رقابية على أعمال الاتحاد استجابة لدعوة رئيس الاتحاد في مؤتمر الصحفي الذي عقده فور عودة بعثة منتخبنا الوطني من روسيا بعد انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم، حيث طلب خلال هذا المؤتمر كافة الجهات الرقابية بمراجعة كافة الاتهامات والشائعات التي ترددت في وسائل الإعلام وعبر صفحات السوشيال ميديا. كما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى السيد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوجيه لجنة متابعة أداء الإعلام الرياضي برئاسة الإعلامي القدير الأستاذ فهمي عمر لمراجعة أداء الإعلام الرياضي خلال فترة مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، وما بعدها لبيان الحقائق المجردة من الشائعات التي ليست لها ظل على أرض الواقع. أيضا خلال الساعات الجارية يعكف مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مع مدير لجنة المسابقات الحاج عامر حسين وضع التصور الكامل للمرحلة القادمة في ظل تعديل هام جدا جاء من الاتحاد الأفريقي كاف متعلق بمباريات البطولة الأفريقية ونقل كأس الأمم الأفريقية من مباريات في شهر يناير إلى شهر 6 مع تعديل مواعيد دوري أبطال أفريقيا. وبالتالي في هذه اللحظات يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا مع رؤساء أندية الدوري الممتاز مساء اليوم بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة لمناقشة أفضل السبل لإخراج مسابقة الدوري في مسمها الجديد بما يحفظ حقوق جميع أطرافها. ويسبق اجتماع رؤساء الأندية اجتماع مصغر بين رئيس الاتحاد ورؤساء الأندية الخمسة المشاركة في بطولات الاتحادين الأفريقي والعربي للاتفاق حول الضمانات التي توفر لهم المشاركة الخارجية الإيجابية دون تأثير سلبي على المسابقة المحلية الأولى. ويمثل الأهلي في هذا الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أيضا كلنا تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية والساعات القليلة الماضية تصريحات الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن الفترة القادمة بالنسبة لمسابقة الدوري الممتاز والتعديلات التي من الممكن أن تطرأ على هذه المسابقة نتيجة التعديلات الأفريقية وقرار الاتحاد الأفريقي بإقامة دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية المسابقة الجارية بأقل من أسبوعين لتنطلق في أواخر نوفمبر وتنتهي في منتصف مايو من عام 2019. وبالتالي أكد عامر حسين رئيس اللجنة أنه وضع ثلاث سيناريوهات لحل أزمة بطولة الدوري بعد تغيير نظام البطولات الأفريقية وخوض نسختين منها هذا العام في موسم واحد محلي بالإضافة إلى خوض المنتخب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في الكاميرون 2019. الحاج عامر حسين قال في تصريحات أن الاتحاد الأفريقي قام بتعديل مهم للكرة الأفريقية والأجندة الأفريقية خلال السنوات القادمة، لكن اختياره لهذا الموسم بإقامة نسخة انتقالية مع التصفيات المؤهلة لكأس الأمم شكل أزمة كبيرة هذا الموسم بإقامة المسابقة المحلية.
وأضاف عامر حسين أنه وضع ثلاث سيناريوهات لحل هذه الأزمة، إما خوض الدوري من دور واحد أو دوري المجموعتين، وأشار إلى أن هناك حل ثالث سيتم عرضه على الأندية اليوم، وهو عبارة عن إقامة الدوري بشكل عادي من دورين، ولكن في حال وصول الأهلي والمصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية سيتم مد فترة الدوري إلى ما بعد كأس الأمم 2019، حيث أن بطولة كأس الأمم ستنطلق يوم 6 يونيو عام 2019 وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر، وبالتالي إذا استمر الدوري سيقام في خلال شهر يوليو وأغسطس لنهاية المسابقة في ظل وجود 18 نادي في العام الحالي. وبعد هذا الإعلان وهذا القرار الهام جدا بتجديد نادي ليفربول الإنجليزي التجديد مع محمد صلاح في عقد طويل الأمد، الكل كان ينتظر تصريح صلاح بعد هذا التعاقد، والذي قال فيه محمد صلاح عبر تويتر نشرها الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، حيث قال إنه سعيد جدا بهذا القرار وهذا التعاقد، واعتبر أن الموسم الأول كان موسم خيالي وسوف يتطلع للمزيد خلال الفترة القادمة. محمد صلاح في تصريحات رسمية من خلال هذا التعاقد طويل الأمد مع نادي ليفربول تحدث مع كل محبيه ومشجعيه عبر فيديو نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي. Hello to Liverpool fans. I'm very happy to say I have signed a new contract with the club. My first year at the club was an incredible experience for me and my family. I have to thank everyone at Liverpool and also you, our supporters. I know we can achieve a lot of things together. Looking forward to seeing you. See you soon. إذن عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباريات هامة خلال الساعات القادمة. مباراة بلجيكا واليابان في 8:00 من مساء اليوم في مباريات دور 16، ثم مباراتين همتين غدا بإذن الله السويد وسويسرا في 16:00، والمباراة الأخيرة في مباريات دور 16 كولومبيا وإنجلترا. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.